تفاعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع مغنية إسبانية شهيرة بعدما شاركت الأخيرة مقطعاً مصوراً لها تؤدي فيه إحدى أغنيات الفنانة نانسي باللغة العربية. وتظهر المغنية إنديا مارتينيز وهي تقدم أغنية إنت إيه لنانسي عجرم بكل تأثر، الأمر الذي جعل نانسي عجرم تقوم بعمل إعادة تغريد للفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر. تبوي لي أنا راضية إنك تجرحني وروحي فيك، تبوي لي يعني إيه راضية بازل. أعيد افتتاح حديقة الحيوانات في باريس بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب كوفيد-19، ولكن مع 62 مقيما جديدا ولدوا أثناء الحجر، بما في ذلك قرود البابون والبطاريق وغيرها من الحيوانات حيوانات الحديقة. وقد تم وضع تدابير سلامة جديدة، ولن يسمح بدخول أكثر من 2300 زائر في أي وقت، وستبقى المناطق الصغيرة في الحديقة مغلقة، وعلى البالغين وضع الكمامة بشكل دائم. مع تخفيف إجراءات الحظر في إسبانيا بعد أسابيع من الإغلاق، فتحت الأندية الرياضية أبوابها لعدد من مرتديها، فيما بقي الإقبال ضعيفاً. وقد لجأت هذه الأندية إلى إجراءات متعددة لضمان الأمان والتباعد الاجتماعي، منها وضع عوازل بين مختلف الآلات الرياضية. أطلق مطار طوكيو الكراسي المتحركة الروبوتية والتي تهدف للإبقاء على خدمة من يحتاجون المساعدة عبر هذه الكراسي، لكن مع حفظ التباعد الاجتماعي وتنقل هذه الكراسي تنقل الأشخاص من شباك التأشيرات إلى بوابات الصعود إلى الطائرة دون الحاجة لتدخل بشري، وهي مجهزة بكاميرات وتقنيات تمنع ارتطامها بما حولها. انتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي لثعلب ينضم إلى سيدة في نزهة بحديقة عامة في اسكتلندا، حيث شاركها في لحظات مرحة أثناء جلوسها على العشب الأخضر، وتدحرج أمامها كالقطط في مكر لطيف للحصول على ساندويتش.